أخوتي ماذا بكم ديروا نجام واشتراك بالقناة هكا باش يوصلكم كامل جديد. سيواجه المنتخب الوطني الجزائري اليوم الأحد 12 جوان منتخب إيران في مباراة ودية ستجمع المنتخبين تحضيرا للاستحقاقات القادمة. ويسعى المنتخب الوطني بقيادة بلماضي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والبقاء في سلسلة النتائج الإيجابية. وحسب وسائل إعلام فإن جمال بلماضي ينوي إحداث ثورة في المنتخب، وذلك بالاستعانة بوجوه جديدة من أجل ضخ دماء جديدة في المنتخب على أمل تبرز مواهبها. وإليكم التشكيلة المتوقعة: ماندريا، ستادكا، توغاي، بدران، طوبة، زروقي، بن ناصر، قادري، إبراهيمي، عمورة وغزال.